يقول: إذا أصاب المسلم الحزن أو الحزن والنصب ونحوهما هل تكفر ذنوبه مطلقا؟ الصغائر تكفر الصغائر، أما الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة أو بمغفرة الله سبحانه إذا كانت دون الشرك. نعم. ما يقول حفظك الله: وهل يشترط لأن تكفر الذنوب أن يستحضر الاحتساب لله تعالى في هذه المصائب؟ بلا شك، إذا جزع فهو يأثم، إذا جزع من المصائب فهو يأثم، أما إذا صبر واحتسب الأجر فهو يؤجر على هذا ويكفر الله بها ذنوبه. نعم.